بضيوفنا من جمهورية مصر العربية. ضيفتنا تريد تكلفت كلمتين ثلاثة تعبر عن مشاعرها عن أرمينيا. تفضلي. احنا في أرمينيا في منتجع جرموك، مكان حلو قوي قوي قوي. أرمينيا كمان كلها حلوة جدا، انا اتبسطت قوي جدا، وهقول لكل اصحابي يجوا. كنا مضطرين نعمل ايه في أرمينيا لحد ما تعرفنا على مستر هاي شركة قرارات للسياحة. صراحة اخذنا جولات حلوة قوي اتبسطنا فيها جدا. اهلا وسهلا. لكن شوي أرمينيا ساعة قوي ثلج. انا اتعلمت كم كلمة مصرية للمناسبة. اتشرف فيكم، واي واحد يحب يزور أرمينيا خليه يتصل بي. أهلا وسهلا.